عاشوراء ليس يوما عاديا بالنسبة للمغاربة، هو يوم لإحياء تقاليد خاصة. اليوم 24 تسأل المواطنين عن عاداتهم خلال يوم عاشوراء، وما سر خوف الرجال المغاربة من هذا اليوم؟ يعني يوم عاشوراء واحد اليوم اللي كنحتفلوا به، لأنه من السنن ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الاحتفال به كيكون عن طريقة ديال الصيام، يا إما الأول والثاني يا إما الثاني والنهار ديال عاشوراء والنهار اللي من بعده، باش نخالفوا اليهود والنصارى. ثانيا علاش كيكون التخوف ديال بعض الناس من اليوم ديال عاشوراء؟ اكزاكتومون من الشيء ديال القنبول وهادشي اللي كنشوفوا، وهادشي راه كيكون عنده مخلفات خطيره. كنلقاو دراري اللي مشاو لهم عينيهم بمالقاطع، كنلقاو دراري، كنلقاو عيالات اللي كيكونوا حاملين كيطيح لهم سميتو بالقضيه ديال القنبول، كيفرقعوا القنبول حداهم وداك الشيء كتخلع امراه او لا شي حاجه. وكنتمناو هادشي ينقص شويه. اولا الا كاينه، الا مكتب عليه الله شي حاجه راه مكتبه عليه غادي توصلوا. الا بغات تسحر ليه غادي تسحر ليه، سواء بعاشوره سواء بلا عاشوره. وهادشي ديال عاشوره كيبان ليا غير تخربيق، ما فيش شعواده. اولا الشعواده كاينه دائما على 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 طول العام، غير هي في عاشوره كيكونوا بعض النماذج كيديروا شي طرق وهداك الشيء في ديك العافيات اللي كيكونوا شاعلين وهداك الشيء. كي والله يهديهم، هادشي اللي غادي نقول والله يهديهم. يوم عاشوراء خشي كشعلين ليا الشعواده بصفه عامه، فهمتيني؟ كينوض فيها السحور، فهمتيني؟ هذوك اللي ما كيخافوش الله، فهمتيني؟ كيبداو يفرقوا بين الازواج، يبداو يحرموا الدراري من رزقهم، من صحتهم، فهمتيني؟ صحة الشعوب بصفه عامه عاشوراء فيها غير المجامر، فهمتيني؟ علاش في نظري، فهمتيني؟ تقدر تكون بنادم الحقد، فهمتيني؟ حقد، الحسد، الغيره، بزاف ديال العوامل اللي كتخلي بنادم يلتج لهاد الشعواده. هذه انه عندهم حق يخافوا من هاد النهار، ماشي عندهم، خصهم يصوموا في خبارك، خصهم يصوموا التاسع والعاشر، فهمتيني؟ تجنبا باش ما ياثرش فيه الدليش ديال، ما ياثرش فيه في خبارك. هذه خصها تكون هاد المعلومه، خصها تكون، خصو يعلم بها بنادم. الاربعاء والخميس التاسع والعاشر، وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك صوموا، كان بغى يصوم التاسع والعاشر، شعر ربي ما كتبش ليه. احنا خصنا نأدوا الفريضة. عاشوراء بالنسبة لشي حاجة عادية، ما كاين لا شعوادة، ما كاين والو، راه بنادم كيبدا يزيد فيه مرة واش فهمتش؟ كيفاش كيزيد فيه؟ ما بنادم كيبدا يزيد داكشي ديال السحور، هادي ما كاين حتى شي حاجة، ما كاين لا سحور لا والو، بنادم كيبقى ديك الهضرة ديال والو. أنت فهمتي كيفاش؟ واش فهمتش؟ ما عندك شي عادة خاصة فهاد النهار؟ لا عادي. يوم عاشوراء احتفال عيد الشباب، عيد اللعاب، هذا هو احسن حاجه في عاشوراء. من شي حاجه اخرى الناس اللي كيعتنوا بهذا الشيء راه كيترتكبوا، ولا بغاو يرتكبوا جريمه مع الله راه باينه. هذا الشيء هو اللي كاين. عاشوراء عيد. هذاك هو فيه مرض، هو في مرض بعدين، ولا كيخاف من عاشوراء ويخاف من المرأة ديالو، راه احسن ينسحب من المرأة ويخلي الحياة ديالو تعيش في المستقبل. ما يمكنش باش تاخذ المرأة وتولي تخاف منها في عاشوراء ومن غير عاشوراء، هذا مرض. الله يسمح لهم جميعا.